كل عام وانتم بخير بمناسبة عيد الاضحى المبارك. عاد الله علينا وعليكم وعلى الامه الاسلاميه بالخير واليمن والبركات. تعالوا بقى النهارده هوريكم موديل امريكان سبرنت جديد في شركه انجلندر من الداخل، هوريكم كل اجزائه الداخليه عشان خاطر لما تكون بتشتري المرتبه تبقى انت عارف انت هتجيب ايه بالظبط ومكونات المرتبه الداخلي ايه بالظبط بالظبط بالظبط. بصوا يا جماعه، ده كده مقطع اهوت لمرتبه امريكان سبرنت اللي هي من انجلترا. طبعا شايفين جمال التصميم وروعه التصميم الخارجي، حاجه بصراحه تحفه جدا 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 جدا. شايفين طبعا شكل القماش، قماش عالي جدا جدا جدا. دي يا جماعه فتحات التهويه الجانبيه بتاعت المرتبه، ده المقبض اللي انت حضرتك بتشيل منه المرتبه من الاجناب، بيبقى فيها مقبضين من الجنب هنا ومن هنا، اربع مقابض كل جنب، وكل جنب بيبقى فيه اتنين فتحه تهويه. ده طبعا هو زي ما انتم شايفين اسم الموديل امريكان سبرنت، ده شكل المقطع تمام زي ما انتم شايفين كل حاجه، وده اللي هو السيريال نمبر بتاع المرتبه. بعد كده بنخش على الجزء ده، الشبكه دي كده يا جماعه بتبقى جزء منفصل كده اسمه بيلي توب، بيبقى منفصل عن المرتبه من الخارج بس، انما من الداخل بتبقى المرتبه كلها قطعه واحده. ده شكل المرتبه الخارجي، طبعا عامله شكل الطياره كده، يعني تجيب المرتبه دي اكنك جبت طياره، اكنك قاعد على طياره. تمام. تعال بقى نبص على الشكل الداخلي من جوه. اول حاجه طبعا لما نيجي نبص جوه كده في جنب الشاسيه هتلاقي في طبقه اسفنج كبيره، دي دعامات من جنب الشاسيه عشان خاطر حضرتك ما تحسش بالشاسيه. بعد كده السوسته المنفصله تحت خالص يا جماعه، ده شاسيه من السوسته المنفصله. السوسته المنفصله كل سوسته بتبقى مغلفه في علبه لوحدها عشان حضرتك لما تيجي تنام عليها تمنع الاهتزاز، ولو حد نايم جنبك بيتحرك ما يهزش المرتبه. غير كده كمان بتاخد شكل الجسم فبتدي راحه فظيعه جدا في النوم. بعد كده في طبقه زي ما انتم شايفين كده، طبقات مع بعض كده، في طبقه اسفنج تحت خالص اهيت تمام، طبقه اسفنج سوبر سوفت، وفي طبقه فازلين زي ما انتم حضراتكم شايفينها، في طبقه فازلين اهيت صغننه كده. وبعد كده في طبقه ثانيه اسفنج برده هايبر سوفت، وفي طبقتين اسفنج هايبر سوفت اللي هم ال 2 سم دول. وبعد كده في السوسة المايكرو بوكت، دي بقى يا جماعه السوسة الجديده اللي مش موجوده غير في شركه انجلندر بس. السوسة دي مش هتلاقيها في اي شركه في مصر كلها الا في شركه انجلندر بس، هي بتتميز في السوسة الجديده دي. السوسة طبعا المايكرو بوكت دي لما تيجي تنام عليها اول ما تقعد على المرتبه بتديك احساس الميموري فوم، ما تنام بقى وتقعد شويه بتاخد بعد كده احساس المايكرو بوكت، تديك احساس تاني فاهم، فبتديك طبقات مختلفه من الاحساس اول ما تنام على المرتبه. طبعا المرتبه دي فندقيه 100%، يعني مش هتلاقي المرتبه دي اصلا مش موجوده غير في الفنادق اللي هي 7 نجوم والكلام ده. دي يا جماعه شكل المايكرو بوكت، عشان ما حد يقول لك مايكرو بوكت تعرف شكلها، ده شكل السوسه المايكرو بوكت، بتبقى فوق الاسفنج زي ما انتم شايفين اهو، الاسفنج اهو فوقه المايكرو بوكت اهوت يا جماعه، السوسه اسمها مايكرو بوكت. بعد كده الطبقه دي كلها ميموري فوم، شايفين دي طبقه الميموري فوم يا جماعه حوالي 7 سم اهي ميموري فوم. بصوا دي طبعا جميلة جدا، طبعا الميموري فوم كلنا عارفينه طري جدا وبياخد شكل الجسم برضه فبيديك احساس تاني مختلف. فبص امريكان دي هتديك احاسيس كتير 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 مختلفة يعني تمام. بعد كده في طبقتين سفنج تاني هايبر سوفت، وطبقة القماش طبعا معالج ضد البكتيريا وحشرات الفراش، وفي برضه طبقة فازلين عازل ما بين الميموري فوم اهي، بس هي طبعا شفافة قوي فمش باينة الطبقة ديت. لو نركز كده هتلاقي في طبقه كده رفيعه قوي اهي يا جماعه، هي دي طبقه فازلين عازل ما بين الميموري فوم وما بين الاسفنج الخارجي، وطبعا القماش معالج ضد البكتيريا وحشرات الفراش. دي كده شكل المرتبه بالظبط كلها يا جماعه من الداخل ومن الخارج، امريكان سبرنت اللي هي ارتفاع 35 سم من انجلندر طبعا مع ضمان 10 سنوات كامله. المرتبه دي يا جماعه ما بتتقلبش، يعني لو بصينا على الجزء الثاني هتلاقيه مسطح كده ان هي تتحط بس على السرير، انما ان احنا نقلبها مش هينفع، هي بتنام بس على الجزء ده. طبعا شايفين كميه السفنج والمكونات اللي فيها جوه، هتديك احساس فظيع جدا جدا في النوم كانك راكب طياره بالظبط، هم عشان كده عاملين لك شكل الطياره من الجنب تمام. خلي اختيارك دايما لمرتبه امريكان عشان تاخد احساس الفنادق جميله جدا، بس قبل ما تختار المرتبه اتاكد ان هي الارتفاع بتاعها هيكون مناسب للسرير بتاعك، عشان ممكن تيجي تجيب المرتبه ارتفاع 35 تيجي تحطها على السرير تبوظ لك شكل السرير، تبقى عاليه على السرير فيبقى احنا ما عملناش حاجه. لازم تتاكد الاول قبل اي حاجه ان الارتفاع ده هيبقى مناسب للسرير، يا اما انت اختار المرتبه قبل ما تختار السرير، يعني قول اللي انت هجيب منه السرير ان انا احط مرتبه ارتفاعها 35 سم عشان تيجي مناسبه ومظبوطه على السرير، عشان ما نجيبهاش ونرجع بعد كده نلاقي المرتبه عاليه وتبوظ لنا شكل السرير اللي احنا هنجيبه تمام. تعاملنا دايما بلايك وشير واشتراك في القناة عشان اقول لكم على كل جديد. تحياتي لكم جميعا، ابراهيم مكاوي، شكرا.